خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا فسام. صباح الفل يا عبد الصمد. يعني درجة الحرارة في معدلاتها الطبيعية النهاردة 35، يعني ده مش طبيعي في المعدلات الطبيعية في الوقت ده، مش في العموم. احنا في يوليو برضه يا عبد الصمد، يعني ما تنسيش احنا عايز الصيف دلوقتي. على العموم خلونا الأول نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية في مناطق مختلفة من مصر، وبعد كده هنبص على النشرة الجوية. هنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق لغاية منطقة وسط البلد. لو رحنا لميدان العتبة هنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، هناك هنلاحظ ان في بعض الكثافات النسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية طريق هتقل فيه الكثافات، ونفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهرة. هناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة واللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لغاية شارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. طيب لو هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه في اتجاه مناطق وسط البلد، هنلاقي برضو ان في كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر. بالنسبه لنفق الازهر هنلاقي ان في تباطؤ بسيط في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم لغايه ميدان الاوبرا والعكس. هنروح لحلوان وهنبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد. هناك هنلاقي بعض الكثافات النسبية اللي مكملة لحد الكورنيش وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي ان بعض الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هنرجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري أكتوبر فيصل، هنلاقي أن شارع التحرير في كثافات مرورية نسبية، وأيضا في بعض الكثافات اللي بدأت تظهر على أعلى كوبري الجامعة. كمان لو رحنا لمحور صفت هنلاقي بعض الكثافات المرورية اللي بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. من شارع الهرم هنلاقي ان بدأت تظهر فيه بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. في الإسماعيلية هنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. اما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية، هنمشي كمان شوية هنلاقي ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيه سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية كمان على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلصت نشرتنا المرورية، تعالوا بقى نستعرض مع بعض جولة سريعة كده عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لسه في نشاط للرياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، أقل درجة حرارة في مطروح هي 29 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.